ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة، وأخذ المؤشر بالارتفاع بشكل ملحوظ. لم تنخفض الإصابات عن حاجز 2000 إصابة رغم تحذيرات متكررة أطلقتها وزارة الصحة وخطوات متعددة اتخذتها الحكومة للجم انتشار الفيروس، من بينها أمر دفاع جديد للتعامل مع الحالة الوبائية ويطبق مطلع العام المقبل. إلى ذلك، جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على استمرار التعليم في مدارس المملكة وجهيا، وأنه لا يوجد أي قرار أو توجه إلى تحويله عن بعد. ينضم إلينا عبر الهاتف وزير التربية والتعليم معالي وجيه عويس. أهلا وسهلا بك. قبل الحديث عن الوضع الوبائي في المدارس اليوم، لو نقطع الشك باليقين ويعني تحدث المواطنين اليوم، هل هناك تعليم وجاهي في الأسابيع المقبلة أم التعليم سيكون عن بعد؟ صحيح. أولا مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني ما تغير شيء في القرار السابق، التعليم الوجاهي هو الأساس وبقينا عليه خلال الأشهر الماضية وسنبقى عليه ما دامت الأمور تحت السيطرة. طيب، أفهم منك معالي الوزير بأنه الوضع الوبائي تحت السيطرة في المدارس. كم بلغت عدد الحالات، عدد المدارس التي أغلقت أو الصفوف التي أغلقت معالي وجيه عويس؟ يعني أنا انه هناك في تزايد يومي تقريبا في الاصابات في الفئه العمريه 12 ل 13 سنه، ولكن هذه يعني مقبوله الى حد ما. مثلا اليوم يعني الاصابات كانت عندنا اليوم حوالي 1234، اللي بتشمل اصابات الطلاب والمعلمين والاداريين، وهذا طبعا بشكل يعني نسبه قليله اذا حسبنا عدد الطلاب والإداريين والمعلمين. امبارحة مثلا كان تقريبا الضعف، يعني كان في حوالي 1101 يعني من الإصابات، وإذا بقيت تقريبا الإصابات كما هي يعني تتراوح بين 2000 و2500 تبقى الأمور يعني تحت السيطرة. احنا عندنا طبعا ضبط لكل الأمور المتعلقة ب يعني هذه الجائحة. الشعب اللي بصير فيها أي حالة بتغلق الشعبة لمدة 5 أيام، وحتى فكرة أنه أغلقت حوالي 1356 شعبة من البداية، ولكن فتح 1064 لغاية اليوم، اللي بقي مغلق حوالي 296 شعبة. أما بالنسبة للمدارس اللي سألتكم قبل شوي، إحنا كان عندنا 10 مدارس تحولت إلى التعليم الإلكتروني، وثلاثة منها رجع وبقي 7 لأنه نسبة الإصابة فيها أعلى من 10%. فهذه المدارس هي يعني 7 مدارس من 7000 مدرسة، لذلك نقول إنه الأمور تقريبا تحت السيطرة. لم نطلع على هذه الأمور. طيب، هذا ما يخص الفصل الأول. إذا الفصل الأول سيبقى وجهيا، ولكن دكتور، هل من خطط للفصل الثاني سواء كان بالفاقد التعليمي، وفي حال لا سمح الله يعني دخلنا في ذروة الموجة الثالثة وفقدنا السيطرة؟ إحنا توقعات الذروة خلال القادم شهر 12. شهر 12 من 8 شهر 23 في هناك امتحانات نهائية، ويكون عدد الطلاب في المدارس تقريبا قليل، وبعد 12 بيكون عندنا عطلة بين الفصلين حوالي 40 يوم. لذلك توقعاتنا انه هاي العطلة هي اللي راح تكسر حاجز الانتشار، ونبدا في 2/1/2 ان شاء الله بوضع جيد، ويظل التعليم وجاهي. هذه توقعاتنا، اما اذا صار اي شيء اخر عكس توقعاتنا لكل حادث حديث. طيب، مدى تقبل الأهالي اليوم لإعطاء أولادهم اللقاح معالي الوزير؟ وهل يمكن أن يتحول اللقاح إلى إجباري لبعض الفئات العمرية اليوم؟ أولاً، إحنا نحبذ أن يكون هناك أي إجبار أخذ المطعوم. هناك
لوزاره التربيه بنحاول نقنع الناس بانه اللي بيحصل على المطعوم بحافظ على صحته وبقي يعني صحته من المرض. احنا بدانا في حمله صحيح حتى نعرف راي الاهالي، وهي الحمله بدات في مدرستين في قصبه عمان، وكان من ضمن هذه استبيان ورقي للطلبه نشعرهم باهميه التطعيم، وبنفس الوقت نطلب منهم راي والديهم اذا ارادوا ان يطعموا اولادهم او لا. وكان الجواب يعني كثير مشجع، انه حوالي 40% من الاهالي قبلوا بان ابنائهم الطلبه يطعموا. وبالحاله هاي احنا عندنا كل الاستعدادات مع وزاره الصحه انه الفرق بتكون موجوده، والطالب اللي بيحصل على هذه الورقه بموافقه اهله يطعم بنفس اليوم. وهذه الحمله الان يعني تتعمم على جميع المحافظات ويعني المدارس. نعم، شكرا لك وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس. أنتقل الآن إلى الاستوديو، ينضم إلي أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. استمعت إلى ما تفضل فيه معالي وزير التربية والتعليم، وبالتالي ما هو تقييمكم اليوم في لجنة الأوبئة إلى الوضع الوبائي، وما هي التوصيات التي بعثتم بها إلى وزارة التربية والتعليم؟ مساء الخير. نعم، سمعنا إلى معالي وزير التربية والتعليم، وبأكد كمان أنه إن شاء الله راح يكون التعليم وجاهي إن كان في المدارس أو في الجامعات. الوضع الوبائي كل بيعرف أنه هناك في عندنا ارتفاع في أعداد الحالات ما بين أسبوع وآخر. إحنا الآن في الأسبوع 47، بالأسبوع 47 سجلنا 27207 حالات خلال أسبوع 47. لكن لو نظرنا إلى الأسبوع 46 اللي سجلنا فيه حوالي 21000 حالة، كان نسبة الزيادة بين الأسبوع 46 و47 حوالي 29% بأعداد الحالات. بين الأسبوع 45 و46 كانت نسبة الزيادة حوالي 35% من الحالات. يعني فرق جيد، يعني الزيادة بالحالات ما بين الأسبوع 46 و47 قلت عن النسب كنسب قلت، وكأعداد يمكن إذا أخذناها كمان بتكون قلت. لكن برضو أيضا في عندنا نسب الحالات الإيجابية ارتفعت، كانت بين 7.4 ارتفعت لحوالي 9.1. لو نظرنا إلى الأيام الثلاث الأخيرة نلاحظ أنه يمكن النسب الإيجابية بدأت بالانخفاض، نزلنا من تحت 9، كانت سجلنا 9 خلال أيام عديدة، لكن رجعنا إلى 8.8 و8.6 و8.7. فإن شاء الله يعني كل المؤشرات بتقول إنه في عندنا ارتفاع، لكن إن شاء الله بنكون إنه بدأ هذا الارتفاع يكون أقل حدة مما كان عليه في الأسابيع الماضية. طب متى يمكن أن نصل لذروة الموجة الثالثة دكتور؟ نحن نتوقع أنه بين أسبوع لأسبوعين أنه نصل لذروة الوباء. إن شاء الله بنكون وصلنا إلى هذه الذروة، وإن شاء الله بتكون أعداد الحالات اللي سجلت يعني ما بتكون أعداد كبيرة جدا. يعني في الموجة الثانية، إحنا في ذروة الموجة الثانية سجلنا حوالي 56600 إصابة، بينما احنا لحد الان احنا بنحكي عن 27000 اصابه في اسبوع واحد. فهذا شيء، هذا مؤشر جيد. يعني المؤشر الاخر يمكن احنا بنقول قديش استيعابنا في المستشفيات. لحد الان احنا بنقول انه في عندنا حوالي 1035 شخص داخل مستشفياتنا، ارتفع صحيح العدد عن ما كنا نتكلم فيه سابقا ب 500 و600 ارتفع الى 1035، لكن برضه هذا لا يمثل الا ثلث سعه المستشفيات وقدره المستشفيات على استيعاب هذه الحالات. فلذلك يعني انا بقول انه وضعنا لحد الان الحمد دكتور لله قرات بانه معظم الاصابات من الفئه ما دون 18 عاما، يعني 150000 اصابه ما دون 18000 عاما. الى اي مدى هذا يعني مؤشر على انه ربما المدارس باتت تشكل البؤره اليوم؟ انا ما بعتقد انه المدارس هي البؤره، انما يعني المدارس هي جزء من هذا المجتمع، وما هو موجود في المجتمع موجود في المدارس. لو اخذنا بالارقام، احنا بنقول انه دائما يمكن اكثر من 30% من اعداد الحالات اللي تسجل يوميا هي بين الطلاب بالفئه العمريه بين 10 الى 17 عام.
انخفضت هذه النسبة في الأيام الماضية إلى حولي 28 و29%، يعني انخفضت من 35% صارت تنزل إلى 29%. لو أخذناها بالأرقام، يعني لو أخذنا الرقم اللي حكى عنه معالي الوزير وقال إنه يوم أمس أو اليوم سجلنا 1200 حالة، ال 1200 لو أخذناهم من 2 مليون طالب، هدول ما بيطلعوا 3 بالألف من نسبة الإصابة بين الطلاب، وهذه أنا بعتقد يعني إنه نسبة قليلة جدا ونسبة مقبولة إنه تكون بين 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 طلاب المدارس وبين طلاب الجامعات. أيضا في عنا نسبة إصابة لكن يمكن أقل بين طلاب الجامعات. الفضل بيعود إلى التطعيم، يعني الطلاب الجامعات إجباري إنه يكونوا مطعمين، بينما طلاب المدارس هي اختياري نسبة التطعيم. لاحظنا في الفترة الأخيرة برضو يعني تعقيبا على كلام مع الوزير وزير التربية، إنه لاحظنا في الفترة الأخيرة إنه ازداد نسبة الأشخاص اللي في عمر 12 ل 17 سنة للطعم، وكنا دائما نحكي عن 9 8 أو 9%، الآن ارتفعت إلى 10.5 11% نسبة الأطفال للطعم. ويوم الأربعاء والخميس برضو كان في هناك تطعيم لطلاب المدارس بناء على موافقة أهاليهم. صحيح. طعمنا حوالي 230 طالب في مدرستين فقط، يعني فإن شاء الله بتكون يعني هذا شيء مشجع، يعني يدعو باقي الأهالي إلى تطعيم أولادهم يعني. صحيح. اليوم صحيح. طيب يعني أيضا هناك نقطة بأن المعلمين اليوم هم أو المعلمون هم ملقحون، ولكن الطلبة غير ملقحين، وبالتالي الملقح لا تظهر عليه الأعراض ويصبح لكنه ينقل العدوى، وبالتالي هل هذا الشيء ربما زاد من انتشار العدوى قليلا في داخل المدارس؟ لا أعتقد أنه يعني لو أخذنا كل نسب انتقال العدوى، نسب الموجودة هي بين الطلاب في الفئات العمرية 6 إلى 9 ومن 10 إلى 17، وبين طلاب الجامعات وبين الفئات اللي أكبر، بين كل الفئات احنا بنلاحظ انه في هناك زياده في اعداد الاصابات في كل الفئات العمريه، ليست في فئه معينه حتى نقول انه طلاب المدارس فقط هم اللي مصابين، لا ليس فقط الجميع، ولكن غير الملقحين، يعني ربما اركز على طلبه المدارس لانهم غير ملقحين. غير ملقحين، طلاب المدارس غير ملقحين، لانه لذلك هي بترتفع فيهم نسبه الاصابه لانه هم ايضا لما ما اخذوش هذا اللقاح. الآن بصورة عامة يعني هي في كل البلدان والأردن منها الوباء هو وباء غير المطعمين. بالزبط. أكثر شيء اللي بيدخلوا المستشفياتنا واللي يتوفاهم الله هم من الأشخاص غير المطعمين إطلاقا، أو من الأشخاص اللي أخذوا جرعة واحدة من المطعوم ولم يستكملوا تطعيمهم. الإشي المشجع الآن حتى إنه يعني بدأنا إحنا يمكن من أسبوعين أو أكثر بدأنا بإعطاء الجرعة الثالثة، الشيء المشجع الآن إنه وصلنا إلى حوالي 96 ألف شخص أخذوا في خلال هذه المدة أخذوا الجرعة الثالثة. إحنا طبعا فئتنا المستهدفة إنه نطعم حوالي 800 ألف، يعني 800 ألف شخص مر على تطعيمهم للجرعة الأولى أكثر من 6 شهور أو أكثر، فلذلك هدول فئتنا المستهدفة الآن نطعمهم. لحد الآن إحنا وصلنا لحد 96 ألف، يعني حوالي 100 ألف، يمكن فرصة أنه نشجع هؤلاء الأشخاص أنه كل واحد مضى على تطعيمه 6 شهور أنه يروح يأخذ الجرعة الثالثة، الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة. وأيضا أنه الأشخاص اللي ما أخذوش الجرعة، يعني للأسف. صحيح. إحنا لما نقول أنه نسبة من لم يتلقى بتاتا اللقاح دكتور؟ نسبة اللي أخذوا الجرعة الأولى 63% من الفئة المستهدفة، ونسبة اللي أخذوا الجرعتين سويا 57%. لما نقول أنه 63% معناته أنا عندي كمان نسبة 37% من الأشخاص لسه ما أخذوا، وخصوصا يعني إذا بنطلع على الفئات العمرية بنلاحظ صحيح أنه كل ما كبر العمر بتلاحظ أنه نسبة التطعيم بتزيد، تمام، لكن بهمني أنا الفئة العمرية مثلا 55 سنة فما فوق أنه تكون فيها نسبة التطعيم على الأقل فوق 80 أو 90%، حتى نقول لأنه هدول أكثر خطورة لو دخلوا إلى المستشفيات، هم أكثر خطورة أولا يدخلوا إلى المستشفيات، وأكثر خطورة لو دخلوا المستشفيات أنه تصير عندهم مضاعفات. طيب دكتور، هناك يعني شكاوى من بعض المواطنين وخصوصا من أهالي الطلاب، يعني أريد أن أنقلها إليك اليوم. طبعاً. فحوصات البي سي آر مطلوبة، يعني في حال أصيب الولد مطلوب فحص بي سي آر للولد ولأخوانه أيضا المخالطين، يعني وفي بعض الأحيان يعني تحتاج إلى 5 فحوصات PCR، وفحوصات مكلفة
أنا أعلم أن هناك فحوصات مجانية ولكنها تحتاج في بعض الأوقات إلى الوقت، يعني فحوصات اللي بندفع ثمنها يعني تصدر في 4 ساعات 6 ساعات في بعض الأحيان، وبالتالي لا تعيق العمل التعليمي أو العملية التعليمية للطالب. وبالتالي هل هناك يعني نوع من المراقبة على أسعار فحوصات البي سي آر أو محاولة لي يعني نوعا ما يعني الحصول على أسعار معقولة أكثر؟ نعم، خلينا اولا بالاعداد. يمكن احنا بنرجع للاسابيع 46 و47، احنا بدانا يمكن من 4 اسابيع الاعداد، الحاله اعداد فحوصات البي سي ار ترتفع بشكل واضح. يعني وصلنا في احد الايام حوالي 50,000 او اكثر من 50,000. خلال الاسبوع الماضي اسبوع 47 عملنا حوالي 300,000 فحص بي سي ار خلال اسبوع واحد. نرجع للاسعار، الاسعار نعم في هناك نية لخفض الأسعار وأنه هذا السعر يكون حوالي 20 دينار بالقطاع الخاص. الآن هو السعر حوالي 28 دينار بالقطاع الخاص، لكن سوف يخفض إلى 20 دينار. بالمقابل وزارة الصحة بتعمل فحص مجانا يعني، ومراكزنا منتشرة في لكن في بعض الأوقات هناك اكتظاظ يعني، أو هناك يعني تأخذ المزيد من الوقت. تمام، اللي بحب حدا بده يسافر، حدا بده يبعث ابنه لامتحان عنده بكرة، فهو محتاج إلى فحص سريع. يعني العينة اللي بتأخذ بوزارة الصحة خلال من 8 صباحا وحتى الساعة 1 بعد الظهر، نتائجها بتطلع بنفس اليوم بالليل أو ثاني يوم الصباح، فهي ما بتتأخر 24 أقل من 24 ساعة. يعني نتمنى أن تكون الأسعار معقولة يعني، لأنها باتت مكلفة يعني على الأسعار. طيب دكتور، شو بالنسبة للمتحور الجديد؟ يعني ما صدقنا خلصنا من القصة الأولى، أجانا المتحور الجديد الإفريقي. نفس فحوصات البي سي آر، ممكن تبين المتحور الإفريقي وضع الأردن شو بالضبط اليوم؟ المتحور الإفريقي اللي هو أوميكرون. أول شيء الاسم، من وين أجا هذا الاسم؟ هو الاسم بالأحرف اللاتينية أوميكرون، اللي هو الأو بالإنجليزي، يعني بالإغريقي باليوناني هي الأوميكرون، فمن هون أعطوه هذا الاسم. يعني كلنا بنعرف أنه اكتشفوه قبل كم من يوم في دول جنوب إفريقيا في عدة دول من جنوب إفريقيا. أنا بعتقد من المبكر حتى الآن أنه نعطي استنتاجات ونعطي يعني أحكام نهائية على هذا المرض. إحنا بحاجة على الأقل لأسبوعين إلى 3 أسابيع زي ما حكت أيضا منظمة الصحة العالمية. صحيح. حتى نعرف فعلا طبيعة هذا. لكن دائما إذا بنطلع على أي متحور بدنا نطلع عليه من عدة أشياء. هل هو أسرع بالانتشار؟ هل الفحوصات الموجودة حاليا بتقدر تكتشفه ولا لا؟ هل هو أشد بالمرضى؟ هل الناس اللي بدها تمرض فيه بيكونوا أشد بالمرضى من الأشخاص الآخرين؟ هل هذا المتحور يراوغ المناعة بالجسم؟ يعني طب في إجابات حتى هذه اللحظة دكتور ولا لا؟ ولا ما زال قيد الدراسة؟ في إجابات أولية لكنها ليست مدعمة علميا، فلذلك احنا ننتظر الآن انه كل الجهات عم تشتغل على انه نعرف يعني انه كل هذه اليوم الرئيس الامريكي جو بايدن يعني ابدا قلقه على صفحته الرسميه. قلنا كل العالم يبدي القلق يعني، واحنا ما بنصدق واحنا ننتهي من احد المتحورات بيجينا شيء ثاني بيجينا المتحور. لكن يعني هون في نقطه مهمه جدا، اذا بتلاحظي انه في جنوب افريقيا الان مرتين طلع من عندنا متحورات، طلع المتحور الجنوب افريقي اللي كنا نسميه زمان بجنوب افريقي، والان هذا المتحور الجديد الاوميكرون. نسبة التغطية بجنوب إفريقيا هي 24% نسبة التغطية. اثنين بجنوب إفريقيا في عندهم بين 8 إلى 10 مليون شخص مصابين بالإيدز، وهدول الأشخاص مناعتهم قليلة. والفيروس إذا تكاثر في أجسام الأشخاص اللي مناعتهم قليلة بتكاثر بسرعة وممكن يعمل تحورات. من هون بنقول إنه مش مهم انه كل انه الدول الغنيه فقط انها اللي تطعم، المطعوم يجب ان يصل الى كل دول العالم بالتساوي. اذا اردنا انه نمنع التكاثر ويصير فيش عندنا متحورات جديده، لازم كل العالم انه يصلوا هذا المطعوم، انه كل العالم يطعم
وتوصل بنسب عالية بالتطعيم. أكيد يعني، وللأسف شهدنا يعني نوع من الطبقية في العالم، يعني هناك دول فقيرة لم يصلها المطعوم بينما في دول غنية وصلها المطعوم، وبالتالي كانت النتيجة واحدة، يعني بتحور قاعد الفيروس ولا نستطيع السيطرة عليه. ولذلك صحيح أنه لن نستطيع التخلص من هذا المرض إلا إذا استطعنا أن نطعم الدول الفقيرة والدول الغنية حتى لا يفوت الأوان. يعني ما هي خططنا اليوم في الأردن للسيطرة على هذا المتحور الجديد؟ يعني غلق المطارات أكيد، إحنا يعني ما في خطوط طيران مع جنوب إفريقيا، هذا أكيد اليوم، ولكن خطط أخرى دكتور اليوم؟ طيب خلينا بس نوضح إنه الفيروسات لا يمكن تمنع دخولها إلى أكيد أي بلد. أكيد إحنا كل الإجراءات اللي بتاخذها، مش إحنا، كل العالم الإجراءات اللي بتاخذها هي إبطاء دخولها إلى هذه البلدان، وإعطاء العالم فرصة أنهم يعرفوا شو هذا الفيروس وشو تأثير المطاعيم عليه وشو كيف ممكن نتعامل معه. فلذلك اتخذت معظم دول العالم، ومنها إحنا اتخذنا يمكن من أوائل الدول في الإقليم اللي اتخذنا هذه الإجراءات، أنه بالرغم من أنه لا توجد رحلات مباشرة ما بين الأردن ودول جنوب إفريقيا، لكن قلنا أنه أي غير الأردنيين ممنوع يجوا إلا إذا كان قضوا 14 يوم في دولة أخرى غير دول جنوب إفريقيا. الأردنيين القادمين من هناك راح يكون في لهم حجر لمدة 14 يوم، حجر مؤسسي وعلى حسابهم لمدة 14 يوم. إحنا برجع بقول إنه بهذه الطرق لن نستطيع أن نمنع الفيروس إنه يدخل إلى الأردن، لكن إن شاء الله بنبطئ من دخوله قبل ما نعرف يعني كل التفاصيل عنه. ولا يمكن عزل الأردن عن العالم، يعني هذا موضوع شكله مطول. طيب دكتور، الفحص البي سي آر للمتحور الجديد أو الكيت نفسها ولا يحتاج إلى فحوصات أخرى أم ماذا؟ لحد الآن هي نفس الفحوصات، يعني البي سي آر اللي موجود عندنا ممكن يكتشف إنه هذا هو الفيروس الجديد ولا لا. في شيء اللي بيسموه اس دروب، اذا كان طلع هذا اس دروب فبديش ادخل بتفاصيل العلميه، لكن هناك نعم هناك قدره على البي سي ار الحالي انه يقدر يكتشف هذه الفحوصات. لحد الان لهذه المتحورات، لحد الان احنا كل فحوصاتنا ان كان في وزاره الصحه او في مركز الأميرة هي للتقنيات الحيوية أو في الخدمات الطبية الملكية لم نكتشف أي حالة من هذه المتحورات. نشكر الله يعني، ونتمنى في المستقبل كمان ما نكتشف أي حالات. شكرا لك الدكتور عادل البلبيسي، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.